برحب بحضراتكم مرة تانية. فقرتنا الحوارية المهمة جدا الأخيرة دي هنتكلم فيها في العديد من الملفات بخصوص النادي الأهلي وأيضا بطولة الدوري الممتاز. النهاردة مشرفنا اتنين من كبار الكرة المصرية، مش الأهلي بس، الكابتن فتحي نصير والكابتن رمضان السيد. برحب بيكم، منورين بيتكم يا كباتن. ربنا يخليك يا سهام. الله يخليك يا كابتن رمضان. الله يخليك. الله يخليك يا سهام. منورنا الله كابتن رمضان. الله يخليك. وحشنا يا كابتن. وحشنا. عامل ايه؟ والله وانتم كمان والله. على طول والله يعني. عمر عامل ايه؟ عمر تمام. ميسي كويس؟ بيقولوا اعلى فنيه من كابتن سيد معوض. رايك ايه في الكلام ده؟ احكي لي. لا ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كويسه فعلا. بيقولوا فعلا من النواحي الفنيه افضل بكتير من كابتن هو سيد. هو بيمتاز ان هو سكورر يعني بيجيب جول. جناح مهاجم. يعني وبيعملها بشكل ما شاء الله حاجه ما شاء الله. حاجه كويسه. ربنا يوفقه يا رب. هو كان لسه طالع من اصابه كده في كتفه. فالحمد لله رجع بالاسبوع دوت يعني. ابن الوزع وامك. والله انت كنت نجم كبير. ربنا يخليك يا هاني. كابتن فتحي منورنا ودايما بتشرفنا في البيت الكبير. عايزين نبدا الحوار مع حضراتكم من الاخر، يعني خلينا من اخر مباراه للنادي الاهلي مع المريخ. رؤيتك كابتن فتحي للمباراه ديت وكانت اهميتها ايه بالنسبه للنادي الاهلي بعد مشوار وبعد انجاز كبير بالفوز بالبرونزيه، لكن بيقفل الصفحه وبيبدا مشوار العشره يا اهلي. المباراه طبعا دي انا بعتبرها من اصعب المباريات اللي كانت هتقابل النادي الاهلي. ليه؟ لا اهداف كتير او لها تارجت كتير او لها نتائج كتيره، مش نتائج ان انت 3-0 بس، لا. هذه المباراه نمره واحد هي بعد كاس العالم. اي فريق بعد كاس العالم بيجي منتشي، بيجي حاسس بنفسه. اللعيبه فكه شويه، لعيبه رونالدو كان لعيب، ده بيبقى طبيعي. لا، اللعيبه بتفك مهما كان المدرب يحاول يلمهم ويقول لهم افصلوا، كانت برضو بتاخد وقت. مظبوط، لان كمان الوقت قليل. يعني المسافه ما بين المباراه الثلاث واحنا اخر مباراه لعبناها الخميس والتتويج، فكانت المسافه قريبه جدا. ما تلحقيش وصفر، ما تلحقيش تلموا الفرقه انها تقول لها تعالي احنا عندنا هدف تاني، هنبدا المشوار تاني. ده مشوار البطوله دي وخصوصا نفس البطوله، يعني هم ما فصلوش بدوري، ده بطوله افريقيه، ماتش افريقي تاني. مظبوط. والماتش ده هيأهلني ان انا ارجع تاني ادور على البطوله دي عشان اصل التتويج ده، عشان اسافر اليابان. 3 ايام كتيره، فين انا كنت فوق وعملت التوب وبعدين مطلوب مني ابقى في الطب تاني وابدا من الاول تاني مشوار؟ ده انا كنادي اهلي. دي نمره واحد. نمره اتنين، الغيابات اللي كانت عندي. هتقول لي الاهلي في مجموعه لعب فيه، بس في الهيكل الاساسي لما بيغيب منه حد بيؤثر فيه. يعني ممكن اغيب افراد، لكن في العمود الفقري او في الهيكل الاساسي بتاع الفرقه يؤثر في ان انا عندي. طيب دي حاجه. كمان الحاجة التالتة انك انت هتلعبي فريق حافظك كويس قوي، لان المريخ وجايين ومعسكرين هنا وعارفين وشايفين واتفرجوا على المباراة. ده مفتوح الاهلي. فاحنا بقينا عارفينهم دلوقتي. والمريخ السوداني برضو الهيستوري والتاريخ بتاعه معانا، كرة السودانية كرة متقدمة، كرة فيها اداء، فيها دايما منافسة مع النادي الاهلي. طب كويس. إذا هذه المباراة بقول ليه صعبة؟ كانت صعبة جدا. لكن الحمد لله، الحمد لله إن قدرنا نفصل، ودي بتبين على شخصية لاعيبة النادي الأهلي وكفاءة الجهاز الفني والإداري في إنهم إزاي يفصلوا اللعيبة من بطولة لبطولة، من مباراة لمباراة. نعم. من إن أنا أحضره نفسي تاني وأشحنه، ونشحن البطاريات عشان نشحن بطاريات النادي الأهلي استعدادا للانطلاق في مباراة سهلة. يعني ما اقولش سهلة، لكن مباراة باينة في الأول كانت فيها صعوبة، بس كانت عايزة صبر. والصبر برضو مع الناس الكبار ومع الكفاءات الكبيرة مع الإمكانيات الكبيرة
بتؤثر علينا وشفناها، والحمد لله نجحنا ووصلنا بثلاث اهداف. مع اعتراف المدير الفني لسامبا ديدي جوميز بانه الافضليه للاهلي، هل تتوقع فعلا يعني تمشي مع الراي ده، ولا هو علشان فاز وعلى خارج ارضه وحقق نتيجه لا ممكن نشوف مفاجاه كابتن رمضان؟ لا اعتقد ان النادي الاهلي يعني يمكن انا طبعا تاكيدا كلام كابتن فتحي الحقيقه يمكن احنا في النادي الاهلي في 2006 لما حصلنا على البرونزيه رجعنا اتغلبنا من الاسماعيلي في استاد القاهره 3-0. فعشان تخرج اللعيبه من وهو جاي منتشي وهو جاي بيعتبر بيقول لك ايه، لا ده انا لعبت مثلا على اعلى مستوى وقابلت فرق مثلا بتقابل مثلا بايرن ميونخ وبيرجع كمان ببرونزيه، اعتقد دي عشان ترجعيهم تاني جوه بطوله افريقيا وفي اول مباراه فرقه فعلا حافظانا وفرقه عارفانا وعارفانا بالاسم، وهم كمان كانوا متابعين الحقيقه مبارياتنا في كاس العالم للانديه. فاعتقد المباراه كانت صعوبتها في كده. لكن احنا لما بنيجي نكلم مدرب الحقيقه سيمبا الحقيقه وهو بيتكلم بيقول ان النادي الاهلي هو حاجز المركز الاول ويبقى في المنافسه بين الثلاث فرق على المركز الثاني، اعتقد ده طبيعي. ده طبيعي بالمستوى اللي النادي الاهلي واصل ليه يعني 100% يعني. بس هو عايز يعدي من الجوله الثانيه يعني هو بص انا هقول لك حاجه، هو مكسبه كمان طبعا مديله فرصه يعني مكسبه في المباراه الاولى خليه طبعا منتشي يا كابتن. هو ثلاث نقاط هو ما كانش عامل حسابه كمان، خليه بكل امانه ان بيتا كلوب كان مرشح هو طبعا ان هو اللي يفوز بالمباراه بالظبط كده. فعشان كده الراجل قال كده، وهو فعلا عنده حق. النادي الاهلي اولا في حاله بدنيه وحاله فنيه اعتقد يعني حاله عاليه جدا 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 رغم من الغيابات اللي كانت موجوده، وفعلا غيابات مؤثره جدا لما بتتكلمي في ايمن اشرف، تتكلمي في علي معلول، تتكلمي في طاهر، تتكلمي في الشحات، لا عناصر اللي هي كانت اساسيه في الفتره اللي فاتت قبل ما يروحوا كاس عالم للانديه وفي نفس الوقت في البطوله. فلا الغيابات كانت مؤثره جدا الحقيقه، ورغم ذلك احنا الحقيقه النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا ونتيجه طبعا سكور عالي جدا وكان ممكن كمان السكور دوت يزيد. يعني يمكن هي انا في رايي الحاجه الوحيده، احنا دايما يمكن واحنا بنتكلم مع بعض يا هاني بنتكلم بقى في صراحه شويه أكيد طبعا. يعني يمكن احنا كنا مع بعض قبل كده وقلنا ان طاهر محمد طاهر لعيب اوروبي بس هو لسه لازم يبقى في ثقه وفي اختراقاته وانطلاقاته والكره بتاعته والتسديد والحاجات دي كلها، اعتقد ان طاهر محمد طاهر اثبت فعلا كلامنا من اخر مره للنهارده شايف انه عمل ده طبعا 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 غير يعني طاهر الحقيقه في بطوله العالم للانديه الحقيقه في كاس العالم للانديه اعتقد غير بدايته هنا في البطوله المحليه طبعا لا طاهر طبعا. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان احنا الحقيقه احنا على طول متعودين كتيم النادي الاهلي ان احنا بنعمل الضغط بشكل قوي جدا وبنستخلص الكره بسرعه، وفي نفس الوقت احنا واحنا بنحضر في الثلث الدفاعي ماشي يبقى الريتم معقول يعني لكن في الثلث الهجومي احنا كنا اسرع من كده كتير قوي. أيوة. لازم نبقى اسرع من كده عشان يعني احنا لو بنتكلم يا كابتن فتحي في مباراه المريخ الحقيقه لو احنا الريتم بتاعنا سريع في الثلث الهجومي احنا كنا جبنا سكور كبير جدا. كان رتم سريع لا هو يعني الريتم كان بيفرق شويه، ما هو يعني بدنيا كمان خد مننا جزء كبير يعني اعتقد وجودنا ثلاث مباريات خلال اسبوع واحد مع انا في رايي الريتم مختلف حتى وانت بتلعب الدحيل بتلعب البايرن بريتم مختلف وكوره مختلفه بتلعب بالميراس الريتم نفسه مختلف يعني ده طبعا حضراتكم عارفين ان الريتم بيختلف طبعا طبعا بياخد من المجهود البدني بجانب طبعا الجزء السفر وانك بتلعب مباراه فممكن يكون كان في بطء في الثلث الاخير شويه وعدم احراز اهداف نتيجه اللمسه الاخيره الفينش ما كانش مظبوط والتركيز جوه ال 18 ما كانش موجود يا كابتن فتحي ده الشوط الثاني شفناه بشكل مختلف تماما ما كانش موجود ممكن للضغوط الضغوط بتاثر يعني الجهاز العصبي بتاثر على الجهاز العصبي وبالتالي بتاثر على قدره وصول الاشاره من المخ للعضلات في انك تتحرك بسرعه في انك تاخد القرار بسرعه فالسرعات ده كابتن رمضان كابتن هاني يا سام في داخله لها شغل في الجهاز العصبي ده شغل علمي بقى ايه الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي ان الاشاره بتطلع من المخ العين للمخ المخ للعضلات ثم للتنفيذ مجهد الجهاز العصبي مجهد الجهاز العضلي مجهد فالاجهاد ده بيخلي الاشارات تروح بطيئه
فلما بتروح بطيئه انت ساعات الكمبيوتر نفسه بيهنج شويه كده تلاقيه مش قادر، هو شايف بس مش قادر، هم مش قادرين نفس اللعيبه. يمكن البطء ده بيرجع ل نقول اجهاد اللي حصل الجهاز العصبي في الفتره الاخيره والجهاز النفسي ده اللي من المدرب ما يقدرش يتحكم فيه كتير قوي، غير ان اللعيبه تكمل لك المباراه كده. يعني سرعه الاداء والريتم العالي والكلام ده اللي هو استنفذناه في مباراه بايرن ميونخ ومباراه بالميراس وكده، طبعا زائد السفر زائد تغيير مكان النوم. يعني ايه مكان النوم؟ يعني انت كنت بتنام مثلا في الدوحه، دلوقتي كذا يوم في على سرير معين في اتجاه معين في اوضه معينه، جد دلوقتي غيرت الاوضه في الاوتيل الثاني، مش ممكن هتحط دماغك وتنام على طول، استحاله. كل دي بتدي او بتخلي اللعيبه مجهده. وبعدين يا كابتن في نقطه ثانيه كمان مهمه جدا في تنزانيا، فكره برضو الطقس. يعني انت رايح على حر، عندهم حر دلوقتي حر برطوبه، كنت لسه هقول عمرك عندهم رطوبه اعلى عالية بكتير معدلاتها من مصر، فدي الرطوبه بتقلل نسبه الاكسجين وبالتالي التنفس بيبقى صعب شويه عليهم على اللعيبه. لكن احنا رايحين برضو قبلها بثلاث ايام معقوله، احنا رايحين الجمعه والمباراه يوم الثلاث، صح. في نفس الوقت انت رايحه على مباراه هم كسبانين وفرحانين، الفرقه الثانيه يعني كسبانه بره ملعبها وحاسه انها يعني مستريحه، وحاسه ان المباراه دي هي المباراه الفيصليه بين النادي الاهلي وفريقهم، هم الاثنين مين اللي هيحدد يكون ترتيبه في اول مجموعه. النادي الاهلي رايح طبعا بخبراته، رايح بقوته، رايح يعني ببرونزيته بتاريخه طبعا بالتسعه بتاعته رايح كل الحاجات دي. ما هي دي برضه هتمثل عليك عبء ان هم هيلعبوا معاكي متحمسين جدا جدا جدا، يعني ضغوط اكتر. هتديك ضغوط، في فرق بين يعني الضغوط الساعات طبعا الوصول للقمه والاستمرار عليها، ده كمان بيدي اي منافسه. كابتن انت عارف طبعا بيلعب النادي الاهلي اللي طبعًا واخد برونزيه العالم طبعا، فده بيديله كمان هو يمكن يعني برضه في حاجه من ضمن الحاجات اللي حصلت لنا في مباراه المريخ الحقيقه. انا رغم ان احنا بنفقد مثلا خمسة لعيبه من التيم الاساسي صحيح، لكن دي كانت كمان في مصلحتنا، لان احنا حطينا خمس عناصر جديده وخمس عناصر مش متعرضين لاي نوع من الاجهاد ولا اجهاد ولا اي حاجه خالص. والخمس عناصر كمان يا كابتن فتحي عاوزين يثبتوا وجودهم في الفتره اللي جايه وطبعا ما انا عشان كده انا بتكلم ان رغم ان احنا الغيابات كانت مؤثره جدا، لكن في نفس الوقت احنا اتخدمنا. يعني احنا لو راجعين بالمجموعه كلها واتلعبت بال11 لعيب اللي لعبوا ثلاث مباريات هناك، اعتقد ان يبقى كنت هتحس ان في اجهاد والامور صعبه. انا معاك يا كابتن، خاصه محمود وحيد. يعني اتكلمنا على محمود وحيد، ولكن كان خد وعارفين امكانياته بقيه اللعيبه، لكن محمود وحيد كان غايب بقاله فتره طويله طبعا. وانك بتلعب مكان نجم كبير زي علي معلول، وكان ايمن اشرف كان مؤدي فيها بشكل كويس، انك بتظهر بهذا الاداء اعتقد مكسب. ان كمان انك بترجع محمود وحيد كمان انه يخش في التيم. انت عارف يا هاني انت في الماتشات اللي جايه يعني كابتن اتفضل دي صح مليون في الميه صح. ليه؟ لان دي دوافع جديده، كل واحد بالاضافه انه عايز يكسب المباراه، عايز يثبت نفسه طبعا، عايز يثبت نفسه ان انا كنت طبعًا بعيد طبعًا وان انا كده واول مباراه ليا ولازم ان انا اادي. فالدوافع لهم كمان كانت عاليه قوي، يعني دي برضو كانت مع النادي الاهلي. بس طبعا كانت في نقطه نقطه، هل هي ما ممكن يبقى خمسه جداد يا كابتن هاني يا كابتن رمضان سامي، ان ممكن ما يكونوش مندمجين في الناحيه الخططيه، فده شغل المدرب انه نجح فيها. ما ممكن اجي انزل خمسه جداد والخمسه ما يندمجوش مع الخمسه التانيين. عشان كده كابتن فتحي كلهم كانوا موجودين في بطوله زي المونديال بالزبط. يعني انا شفت محمود وحيد كان فتح اللايف على طول، ما بعدش قوي عن الفريق بالزبط. ولما دخل في ماتش المريخ لقى كانه ما غابش الفتره اللي فاتت. وخلي بالك ده شغل التدريب على كابتن فتحي بيتكلم على شغل المدرب. ليه؟ أكيد. لان في فترات كتيره لعيب الكوره لما بيقعد بره وبيجي يخش على الفرقه بيخسر رتم الفرقه نفسه، بيخسر البوزيشن، بيخسر التكتيك. فاعتقد ده كان الهارموني بيضيع منه، الهارموني بيضيع منه. بس ده بيتضح منه يا كابتن ان موسيماني مش مركز مع ال11 اللي بيلعبوا او ال12، ده بيتكلم مع الفرقه كلها على الفرقه كلها بيتمرنوا بشكل جد جدا وبشكل قوي جدا. هو ده عشان كده محمود وحيد ظهر بشكل كويس. يعني انا اقول لك حاجه على محمود وحيد الحقيقه، يعني احنا النهارده محمود وحيد قبل المباراه
كانت في ناس قلقانه قلقانه لان هو بيلعب مكان مين؟ مكان افضل سنه لعب في افريقيا صحيح علي معلول. فبالتالي انت المباراه في الـ في الـ في كاس العالم للانديه الحقيقه لما علي معلول اتصاب انت عملت ايه؟ جبت خدت ايمن اشرف من المساك وديته باك ليفت. ده مش هيحصل تاني بعد الاداء اللي اداه اللي اداه محمود وحيد في المباراه اللي فاتت. مظبوط يا كابتن، برافو عليك. يبقى يعني خلاص عندنا بديل يعني علي معلول، قدر الله واي حاجه. لا محمود وحيد هياخد في المكان ده كان مهم قوي. طبعا جايه برضو كان غايب بقاله فتره. جايه ده حاجه بصراحه، جايه الذهب الذي لا يصدق. قصر كل اي حاجه بقى، علم التدريب قصر حاجات كتيره جدا. والله لان ده راجل غايب سنه كتير بس ما حسسكش انه ال 20 دقيقه اللي اشتغلهم في بطولة كأس العالم للأندية كان ليه تواجد وليه تواجد قوي جدا. التسعين دقيقة اللي لعبهم، الوقت اللي لعبه اللعب مباراة المريخ بالثمان دقايق الاكسترا، ده في تميز كمان، ده عامل سهول لكهرباء يعني بتاع واحد بقى في الملعب بقاله لكن تعليق. ده مش بتاع واحد بعيد ابدا. تعليقك يا كابتن فهد. لا هو طبعا اللعيب المهاري سهل انه يندمج يا كابتن. يعني انتوا تعرفوا في لعيب بيبقى مدني، في لعيب مصنوع، في لعيب مهاري. اللعيب في الثلاثة دول هو من اللعيب المهاري. اللعيب المهاري سهل لما يرجع يندمج في الفرقة لأن مهاراته بتساعده على أنه هو يعيش جو الفرقة. أما لو بدني بس الفكر مش هيوصل مع فكر الفرقة، فهتلاقيه بطيء أو تحس أنه بعيد. بس هو جايب في النقطة دي كان بيتكلم عليها كابتن رمضان انه حتى على المستوى البدني هايل. هو لعيب مهاري ساعده انه هو تحت المواقف الصعبه يتصرف صح. يعني ما عندوش حته، لكن كمان يندمج في الفرقه البدنيه ما تحسش ان في فرق. ريتم المباراه مختلف عن التدريب، وبالتالي هو بتحس انه هو على طول رجليه في الملعب. فده كمان مكسب لينا لموسيماني انه على الشكل الخططي. في فوائد كتيره جدا. يعني بنتكلم مثلا على الاجاييه. الحقيقه يا هاني أجاييه كان قبل الإصابة كان مجهد بشكل كبير جدا 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 كان فتح. حتى أداؤه مستوى كان نزل. يعني حتى في المباراة قبل الإصابة كان مستوى نزل. أعتقد حتى هو الفترة اللي فاتت الإصابة ساعدته أنه هو طبعا يرجع تاني. نفعته. وفي نفس الوقت زي ما أقول لك هو لعيب كرة. أنا بعتبره من اللعيبة الجامدة جدا في الكرة في النادي الأهلي، لأن بيعرف يلعب الناس اللي حواليه ويعرف يربط مع الناس اللي حواليه في الثلث الهجومي. ودي ميزه كويسه قوي. يعني ده في فتره كان عندنا علي معلول واجاييه كان افضل ثنائي مثلا موجود في افريقيا. يعني بيتعاونوا مع بعض وعاملين ربط مع بعض. ده كمان ايه ده كان في مباريات الحقيقه كنت تحس ان هم بيلعبوها مغمضين عينيهم غايباني حافظين بعض. يعني في واحده خد علي معلول خد فيها ضربه جزاء وهو الراجل مديله ظهره راح حاططها له جوه 6 ياردة. علي معلول زائق واخد ضربه جزاء. ففعلا اجاييه الحقيقه من مكاسب الكبيره جدا جدا عودته الحقيقه. طبعا بواليا اخيرا اخيرا سجل هدف. لا بقى يا كابتن فتحي لا يعني برضو الناس تقول ان هدف سهل. هو مش سهل. لا مش سهل. ما حصلت مع مهاجمين كتير انفراد مع الحارس وبيضيعوها. فهو تفكيره برضو وتفكير انه هو يعني يشوطها مش انه يرقص مش انه يروح مش انه ينتظر انه يقابل الحارس ان هو وبعدين وهو بيتحرك لان هو بيتحرك دي بتدي ما بتديش فرصه للحارس المرمى انه يقدر يحدد الكره فين. لان هو بيجري ما انت بتشوطي وانت واقفه الحارس بيركز على الكرة فبيعرف ازاي يقدر يصدها. اما لو هو بيتحرك زي وهو بيجري كده وبيشوط صعب على الحارس يركز الكرة فين، وحتى ممكن الكرة تحت رجله وانها تخش. فدي برضو نقلة له ان احنا كسبناه كنادي اهلي انه مش هنقول تفك النحس او كده، لكن هي ساعات الكرة فتحت معاها. نقول الكرة يعني مش هنقول المكنة بتطلع قماش دلوقتي. الكرة كانت ما عندها شوية بتعنده عشان تثبت ان هو يصمم اكتر من واجب. هيفرق معاه زي في الماتش اللي جاي. تعقيب الحقيقه على بواليا الحقيقه انا في رايي من وهو حتى بيضيع وهو ما بيجيبش جوال. لا مهاجم كويس قوي. عنده مميزات المهاجم يعني السرعه القوه المهاره بيعرف يربط مع الناس اللي جعان جوال. تحس الهنجري تحس الفرويد. الحاجه الثانيه كمان يا كابتن فتحي انا ما بعتبروش ان هو ده اول هدف ليه.
انا بعتبر ان جواليا الهدف بتاع الحقيقه الدحيل ده 90% توافره كانت اوفسايد. 90% توافره رجليه كانت اوفسايد. يعني مش يعني الهدف كمان الهدف, الهدف بتاع حسين الشحات نفسه. هدف حسين الشحات في الدحيل 90% والتر بولي, لانه هو ضغط على السنتيباك او استخلص ادها لحسين شاط. ونقطه كمان يا كابتن, حتى لغه تقييم اللعيب باحرازه الاهداف قلت شويه في العالم. يعني انا في اعتقادي نجاحه في المباراه ديت ما كانش على مستوى الهدف اكتر منه على مستوى الاسيست. تفتكر كم اسيست عمله القفشه؟ اول دقيقه طالع بدماغه حاططها القفشه, اسيست تاني احرازه الهدف. فامكانياته الفنيه ده في وقت في وقت يا هاني برشلونه كان كل لعبه على سواريز محطه لعب بالظبط. الراجل يعني لما جه بيمشي ميسي كان يعني ما هو ما كانت هيموت طبعا, لان هو عارف هو قوته ايه ومحطه لعب بالنسبه لهم ازاي وهداف وبيعرف يربط مع ميسي ازاي وبيعرف يربط مع الثلاثه اربعه اللي جايين من تحت ازاي. فهي برضو دلوقتي مش معنى ان انت ما بتجيبش اهداف يبقى انت مهاجم وحش. ما انت ليك دور تاني, وبعدين مزبوط. الاهداف دي هتيجي مظبوط, اصل الاهداف هتيجي. يعني انا يمكن انا بقول لك يا هاني ان بواليا الحقيقه الجول بتاع بيراميدز جول 100% هدف صحيح 100% اللي اتلغى ده. يبقى انا بحسب له بقى ان هو الهدف بتاع الدحيل والهدف بتاع ما احنا حمدنا ربنا انه مش اوف سايد ثالث. يعني ماتش المريخ الحمد لله. يفرق معاه الهدف ده ازاي في المباراه اللي جايه يوم الثلاث؟ هيخليه بيلعب بترجيس اكتر وبريلاكس اكتر. يعني بهدوء اكتر. لانه خلاص اللي عايزه حصل, هدف هو عايز كان بس يهز الشبكه بس وهو لابس فنيه النادي الاهلي. بس بعد كده خلاص هتلاقي الامور بقت هاديه جدا, وهيلعب بدون ضغوط, لان الضغوط اللي كان هو حاسس انه جه النادي الاهلي وحاسس جماهير النادي الاهلي وحاسس الميديا النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي وحاسس كل ده هو كان حاسس بيه. فبالتالي كان عايز يطلع من الامم اللي هو فيه ده ويخلص منه. فهو خلص منه وعرف انه كده ولبس الفرنت الحمراء وسجل بيها اهداف. اكيد 100% هيلعب ريلاكس اكتر, تركيز اكتر, وبرؤيه اكتر, وهيسجل ان شاء الله بالنسبه للماتشات ان شاء الله. ده على مشوار النادي الاهلي الحمد لله. يعني انا اتفق معاكم ان كانت مباراه مهمه على مستوى صداره النادي الاهلي للمجموعه وبدايه مشوار. لسه المشوار طويل يا كابتن, ولسه داخلين ان شاء الله على دور الثمانيه, فالمشوار طويل. لكن واضح من خلال تصريحات موسيماني, من خلال تركيز اللعيبه, ان شاء الله باذن الله مشوار العشره الاهلي يتوج بيه, لان عايز يروح كمان ويذوق حلاوه كاس العالم بالزبط. كمان هو واللعيبه هو طبعا اللعيبه اولهم هو اللعيبه. النقطه يا كابتن هاني ان هم دلوقتي يعني الدور ده اتلعب فيه 7 مباريات, لان في مباراه لسه ما اتلعبتش, مباراه الوداد. الوداد اذا في 7 مباريات. السبع مباريات اعلى نتيجه هي نتيجه النادي الاهلي 3-0 بالظبط. يعني 7 مباريات فرق اللي بيكسب 1-2 اللي سجل في 2-1 في 2-0 في 1-0 في 1-1 في 0-0 في الكلام ده كله الا 3-0. وفي فرق كبيره, الهلال اتغلب طبعا. عندك الزمالك اتعادل مع مولوديه الجزائر, سيمبا كسب فيتا كلاب, فكان في مفاجاه. كله الا ان في نتيجه وصلت لهيفي سكور 3-0. 3-0 دي برضو بتدي الدل او بتدي انذار للفرق. يعني النادي الاهلي ستيل او لازال هو الفريق المرشح الاول لهذه البطوله ان شاء الله. باذن الله. في سؤال كنا طرحينه مع بداية الحلقة عن محمد صلاح, هل تفضل حضرتك أو حضرتك الاستمرار محمد صلاح مع ليفربول ولا حان وقت الرحيل؟ السؤال ده هنعرف إجابات حضرتكم فيه بعد ما نروح للفاصل, وفرصة نعرف برضو رأي كابتن رمضان السيد وكابتن فتحي نصير بعد الفاصل في البيت الكبير. في ناس كتيرة جدا شايفة أن محمد صلاح عمل كل حاجة مع ليفربول, في ناس تانية شايفة لأ نفسها تشوفه في ريال مدريد في تجربة جديدة. في ناس ناس من اللي شاركت معنا النهاردة على إجابة السؤال ده تقول لك لا ليه ما يروحش برشلونة ليه. فالنهاردة انت بتتكلم, احنا طبعا بنفكر حضراتكم بالسؤال اللي طرحناه مع بداية الحلقة وموجودة على صفحات قناة الأهلي كلها على فيسبوك وإنستجرام وتويتر زي ما انتم شايفين. بيقول هل تفضل استمرار محمد صلاح مع ليفربول أم رحيله مع نهاية الموسم؟ خلونا نستعرض معكم بعض الإجابات ونبدأ من تويتر. أحمد مصطفى كان بيقول بقاؤه
بقاؤه ليصبح من أساطير ليفربول ويحطم العديد من الأرقام. عبد الله قال استمراره طبعا. في كمان يا سام على الفيسبوك علي طه بيقول نفسي يروح برشلونة والله وحلف يعني. محمد زكي بيقول لا يروح ريال مدريد. يعني علي طه برشلونة ومحمد زكي ريال مدريد. هو على حسب هو بيشجع مين فعلا. في علي يحيى برضو على الفيسبوك بيقول يا كابتن شمس ليفربول بدأت في الغروب وأتمنى تغيير الوجهة إلى مدريد. ده بيقول إن ليفربول المستوى شوية قل والتألق بتاع السنتين اللي فاتوا أو الثلاثة اللي فاتوا بدأ يقل وهو عايز يغير أو محمد يروح الوجهة القادمة تكون ريال مدريد. طيب على إنستغرام أستاذ سعد السيد قال يرحل يرحل إلى الريال أو المان سيتي. ده وجهة نظر أستاذ سعد. بالنسبة لزياد لبيب فقال رحيله برضو. قال لي رحيله إلى الريال أو برشلونة. كابتن فتحي. يعني هو أنا شايف إن هو إن لو رحل لأي نادي داخل إنجلترا هيفقد كتير. هيفقد جماهيريته. هيفقد كتير. هيفقد جماهيريته كتير لأنه عنده جماهير دلوقتي. فجماهير الإنجليز مع إنجليز ويعني هتبقى العملية. لكن هو لو خرج بره والفرقتين التانيين وقعوا دلوقتي يعني برشلونه وريال مدريد مهما كان اسمه. طب حضرتك تفضل يخرج ولا يعني مبدئيا كده يكمل في ليفربول ولا السنه دي حظهم في خط الظهر هو وحارس المرمى بعد طبعا فان دايك بعد اصابه فان دايك عندهم مشكله طبعا كبيرة. عندهم مشكله هو حارس يعني هي دي اللي اثرت على الفرقه دي. الفرقه دي فرق بطولات لكن انهارت باحد عناصر القوه فيها اللي هو خط الظهر وحارس المرمى مش موجود. فبالتالي صلاح بيدفع الفاتوره دلوقتي هو يسجل اهداف بيدفع الفاتوره. لكن انا شايف قرار صعب هيبقى صعب على صلاح طبعا صعب على صلاح. وبعدين لو راح على احد الفرق الانجليزيه مهما كان الفرق دي مان سيتي او اي فريق او الفرق المتصدره دي هيفقد لان الانجليز يعني عندهم حتة الغيرة صعبة جدا جدا ان كل ليفربول ده هيبقى ضده هينقلب ضده مو صلاح وكده هيروح فين دول والتانيين ايه فهيفقد هنا هيبقى الصراع. مع ان كان يعني كان في تعاطف كبير جدا من حتى جماهير تشيلسي مع تألق محمد صلاح في ليفربول والتجربة مش هقول التجربة الصعبة اللي مر بيها من خلال وجوده في تشيلسي وعدم ومورينيو ما كانش مقتنع. الامور اتقلبت 180 درجه ان كل من ينتمي دلوقتي للكوره في من خلال كل الانديه في البريمير ليج عارف قيمه صلاح. لكن النقطه بتتكلم عليها كابتن فتحي طموحات جديده لصلاح يعني ممكن جدا وانا بفكر ان انا البريمير ليج عامل ارقام اكتر من رائعه. هل الانتقال للليجا من خلال برشلونه او ريال مدريد تجديد طموحات عايز يلعب في دوري مختلف عايز يحقق ارقام جديده في بلد جديد زي مثلا رونالدو ما انتقل الى الدوري الايطالي بعد تالقه مع ريال مدريد. هل ممكن ده يكون فكر محمد صلاح؟ هو فكره بس لازم يختار بقى فريق قوي لان الفرقتين دولت واقعين فين هم دلوقتي من الدوري. ما انا برضو مش عايز اروح اديه فريق واقع وهو مظلمه يعني هيتظلم معاهم. وبعدين حتى حضرتك قلت فيهم انه جينا يا كابتن رمضان جاي من تشيلسي بس كان جاي من تشيلسي مظلوم مظلوم في تعاطف فهو معاه. الناس متعاطفه معاه فلما ظهر في ليفربول عالي قوي في ليفربول فحسوا بقيمته قارنوا ان هو كان مظلوم هناك ازاي دلوقتي هو عامل انجاز في ليفربول يعني عمل انجازات كتير في ليفربول معنى فهو لازم الحاجات دي ما ينساهاش بسرعه وهل هيقدر يعمل زيها في المان او هيعمل فيها في ريال مدريد برشلونة او في برشلونه ولا كده هي دي العمليه صعبه السنه دي صعبه له يعني صعب ان يفكر يتنقل السنه دي صعبه هو كمان انا يعني في نقطه مهمه جدا بموضوع تشيلسي الحقيقه هو كمان اخلاقيات صلاح الجميله الحقيقه في المباريات اللي سجل فيهم ما كانش بيحتفل والجمهور شايله دي وفي نفس الوقت هو جمهور تشيلسي عارف ان هو ماشي مظلوم ولما لمع بالشكل دوت لا كله تعاطف معاه مليون في المية. لكن انا بالنسبه لحته انتقال محمد صلاح الحقيقه انا في رايي ان ما ينتقلش لان انا النهارده انا ميسي في ليفربول وانا نجم كبير قوي وانا نجم الجماهير هناك نجم لامع كمان وفي نفس الوقت يعني في عنصر من العناصر الرهاني اعتقد انت تعرفها كويس قوي وكفتها يعرفها كويس قوي عنصر الثقه. انا النهارده نجم وعندي ثقه في نفسي وبعمل اي حاجه
الحته دي ممكن يفتقدها. دي اللي انا كنت اتكلمت يمكن سهام فكرك مر بنفس الظروف مع اختلاف طبعا الانديه يعني كنت بلعب في كايزرلاوترن كان من الانديه الكبيره في المانيا بس مش بايرن ميونخ كان جالي عرض في ايطاليا من جنوا الايطالي. النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت هي اللي خلتني يعني لا ارفض العرض لان صح. كان عندي رصيد كويس قوي في الكره الالمانيه ومن خلال ادائي مع كايزرلاوترن فكنت حاسس بالامان بمعنى اصح بالزبط. لكن انا لو ارجع بيا الزمن هروح واجرب الكره الايطاليه لان يعني انا مش عارف ممكن صلاح يفكر فيها ازاي بس انا اقول رايي على المستوى الشخصي انا اتمنى صلاح يروح. انا مش يعني انا فان برشلونه بس انا ريال مدريد الانسب لان ريال مدريد اعتقد السنه اللي جايه كمان هيكون ليها شان غير السنه دي يعني هيكون متقدمه. برشلونه عندها شويه مشاكل ماديه كتيره جدا وبتبني فرقه نفسنا نشوف صلاح في الليجا بطموحات جديده بشكل جديد بكره جديده ده على يعني رأي الشخصي يعني انا بتكلم في النقطه دي ونقطه مهمه جدا الحقيقه. محمد صلاح النهارده ونجم فرقته وهو كمان مثلا ممكن موسم كمان يبقى كابتن ليفربول الحقيقه ودي طبعا حاجه كبيره جدا طبعاً. وانا النهارده طبعاً. هروح تجربه قرار صعب في ريال مدريد او هروح تجربه في برشلونه يعني انا الكابتن فتحي علق دلوقتي حاجه صح 100% حته ان الاثنين واقعين الفرقتين واقعين وكمان ايه ده مش واقعين كمان فنيا ده برشلونه كمان واقع ماديا يعني ماليا كمان هو برشلونه طبعا مش هيقدر يعمل صفقات طبعا ومبلغ صلاح مش قليل ومبلغ صلاح مش قليل طبعا. فلا انا في رايي ان صلاح يفضل في ليفربول واعتقد ان هو يعني ممكن يبقى ايقونه ليفربول بعد كده ويبقى حاجه يعني الناس مش هتنساه طبعا خالص أكيد. خالص أكيد. خالص أكيد. طيب هو طبعا اللي في ايده القرار في النهايه طبعاً واحنا طبعاً. يعني احنا هنشجعه في اي حته يروح طبعا بقى يروح يعني هو انا بقى يعني انا برشلونه كاتالوني بس لو راح لريال مدريد طبعاً. خلاص بقيت ريال مدريد هتشجع برشلونه برضه لا ريال مدريد اي حته يروحها صلاح انا عارفه هيشجع برشلونه برضه الا صلاح الا صلاح. احنا عايزين نرجع بقى مصر ونتكلم عن الدوري شويه ونتكلم عن ابرز النجوم اللي تالقوا في الدوري الى الان مش بس في الاهلي يعني احنا في الاهلي طبعا عندنا محمد شريف ظهر بشكل كويس محمد شريف ظهر بشكل كويس جدا كهربا ظهر بشكل كويس جدا لحد دلوقتي في ناصر في الجونه عمر حمدي اتحاد سكندري ساسي في الزمالك عندنا نجوم بارزين جدا في هذا الدوري كابتن رمضان مع من يعني في اسماء ثانيه بن شرقي طبعا بن شرقي انا بعتبره من اللعيبه المميزين طبعاً جدا طبعاً جدا في الدوري المصري الحقيقه ولعيب بيصنع انت عارفه ايه بيصنع الفارق في كل كره بيستلمها يمكن هو السنه دي اقل من الموسم اللي فات لان هو داخل في مشاكل برضك ان هو يجدد ما يجددش مش عارف ايه الحاجات دي لكن في لعيبه الحقيقه فعلا ظهرت عمار حمدي ده لعيب لعيب سوبر الحقيقه يعني طبعا اتحاد سكندري يعني لعيب اولا برضو من اللعيبه اللي عمل تطوير في ادائها يعني عمار كان لعيب بلاي ميكر ومش عارف الحاجات دي كلها ويلعب بس في الحته اللي في العمق دي النهارده بيلعب باك يمين وبيأدي بشكل قوي جدا جدا مع الاتحاد السكندري بيلعب جناح لا عمار برضك من اللعيبه اللي اثبتت وجودها في شادي الحقيقه شادي حسين في سيراميكا هيبقى من المهاجمين الجامدين جدا في الكره المصريه لان برضك عنده كل حاجه عنده كابتن فتح القوه وعنده السرعه صحيح. وعنده المهاره وعنده التسديد وعنده بيلعب بدماغه فبرضك ده بيبقى من المهاجمين الاقوياء في الدوري المصري كابتن فتح لا يعني هو بالنسبه دو شايف حد مميز بالنسبه لعمار اتفضل. عمار لانه لعيب مهاري مزبوط. طالما اللعبه يا كابتن رمضان تتواجد فيه المهاره سهل يلعب في اي مكان طبعا سهل يلعب طبعا. في اي حته وبينجح في اي مركز بيلعب فيه لان هي الكره هي الكره مدوره هي كره واحده في المباراه اما الكره تكون معاه مطلوب من اللاعب ايه ان الكره دي بيستخلصها من الخصم بيعرف يستخلصها من الخصم طب خدها معاه هيعمل فيه يتصرف فيها صح لا اما يمررها للزميل او بيراوغ عشان يمرر او يروح عشان يسدد فهو بيعمل كل الكلام ده او يبني هجمه بيها او يصنع فرصه لتسجيل هدف زي ما حصل في هو سجل هدف كتير طبعا بيرمز. يعني بيراميدز ده من انا في رايي من افضل الاهداف اللي شفتها السنه دي اذا اللعيب اللي المهاري عنده القدره انه يعمل الحاجات دي كلها وبالتالي يبقى من لعيب عادي اي لاعب نقدر نقول عليه لان في لعيب بيبقى بدني بس لقوته ولياقته مساعداه ان هو يؤدي
في لعيب بيعتمد على خبراته، لعيب قديم وواقف كده وبيلعب، وفي لعيب اللعيب المهاري هو ده اللعيب اللي لا يفقد زي الذهب ما يفقدش بريقه، يبقى في أي مكان وفي أي مركز وفي أي وقت وفي أي توقيت يقدر حاضر. ينجح حاضر وموجود وكده. فدي من اللعيبة اللي احنا نقدر نقول عليهم. فلما كابتن رمضان بيقول لك على بن شرقي، لان ده لعيب مهاري عنده طبعاً. القدره طبعاً. بعد شويه عن الكوره لكن ستيل لسه ريحه المهاريه او الكوره موجوده معاه، افكت على الجول وخطر على الجول وتحركه وبصوا ثقته في ضربات الجزاء، ضربات ترجيح، الحاجات دي بتحس ان هو لعيب واثق من نفسه. فطبعا هي اللعيبه دي موجود. ما نقدرش برضو نقول ان في طبعا مع محمد شريف في النادي الاهلي من الناس اللي هتزيد، في عندنا احمد ابو مسلم برضو، احمد شديد ناوي، احمد لا انا شايف انه برضو عامل موسم رائع مع المصري، وبعدين ان هو برضو سنه يعتبر كبير، احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان مع سيراميكا، مع سيراميكا برضو عامل كل، لا اما بيسجل لا اما يجيب لك ضربات جزاء، معنى انه يجيب ضربات جزاء يعني اذا كان هيسجل، اذا هو رايح للجول كتير طبعا. في لعيبه اللي هي اللي زي دي اللي هي بتسمع، اما بقيه اللعيبه اللي بتلعب ماتش وتقل ماتش وكده، في حراس مرمى برضو ظهروا كويس، حرس مرمى اسوان، حرس مرمى المحله من وفي عامر في السيراميكا وفي وفي كذا حد احنا بنقول على المصريين، عامر قديم يعني واحد مصري طبعا برضك عامل برضك عامل هو في يعني انت عارف ايه علي ماهر بيثق فيه وكان شغال معاه في الاسيوطي، فهو الولد كمان بيبقى مع علي ماهر حاجه سوبر، زاد قوي كمان طبعا تعلقه في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. برضو الحته اللعيب المهاري هاني الحقيقه بيفرق في ايه؟ بيفرق يعني مثلا انا بتكلم مثلا في نادي الزمالك مثلا امام عاشور وساسي مظبوط، لا في فرق جامد يعني، مثلا امام في التسديد وقوي ومش عارف ايه والحاجات دي كلها وبدني والحاجات دي كلها صحيح. لكن التاني بفكر ايه بيتحكم في رتم اللعب، مهارة مختلفة حاجه سوبر برضو ساسي الحقيقه. طب على مستوى الانديه حمدي فتحي وحمدي برضو طبعا حمدي ما شاء الله يعني على مستوى الانديه. كابتن فتحي توقفت عند النتائج السلبيه للمقاولين، ايه اللي بيحصل للمقاولين؟ هو في فرق يعني ما هي نفس اللعيبه، هو ما فقدش لعيبه كتير يعني في بعض اللعيبه خرجوا اثنين يعني ما طبعا الجزيري اثر شويه، هو لا مش هياثر في ماتش، ما هو كان بيلعب هو لغايه دلوقتي لسه ما نقول من ماتش يعني على الاقل لعب معاهم 7 مباريات 8 مباريات يعني برضه ما يعني ما كانش الفارق، وطاهر كان معاهم برضو بس ما كانش بيلعب كتير في الفتره اللي هم كانوا يعني عامل تفوق فيها التفوق فيها. اللي حصل لفرقه المقاولين دي اولا كلهم لازم التعامل، لا هو ناقص بدني ولا ناقص مهاري، لان الفرقه بتسيطر يا كابتن هاني زي واليه كده، ان احنا بنقول مش ماشيه معاه الفرقه مش ماشيه هنا، مش لاعب بقى ده الفرقه كلها، وبدليل على انهم متمسكين بيه اداره المقاولين متمسكه كابتن عماد كابتن عماد، لان عماد برضو من المدربين الكويسين وعمل الموسم اللي فات موسم رائع يعني رائع طبعا، وبنفس اللعيبه بنفس الامكانيات بنفس كده يعني انك فرقه تقع منك كده يعني في فرق الاثنين مثلا نقول المقاولين وبنقول الاسماعيلي ولاد العم هم الاثنين، ما الاسماعيلي برضو وقع بس الاسماعيلي له اسباب، اسباب تغيير الاجهزه الفنيه مفيش، العناصر الموجوده مفيش، ما نهاش الموسم الماضي زي المقاولين ما كانش عنده يعني. طب ناخد من المقاولين ممكن يكون تفسير ان المقاولين داخل يعني برضو حاسس انه عمل موسم جيد الموسم اللي فات، وحتى خروجه من الكونفدراليه يمكن كان بصعوبه شويه رغم يعني الظروف الصعبه اللي مروا بيها وكابتن عماد النحاس بكورونا، هل تحس بداية الدوري ما كانش بهذا التركيز الكافي وبدأت العملية، انت عارف كابتن رمضان خسارة بتجيب خسارة طبعاً بتجيب طبعاً احباط طبعاً فما لحقوش يلموا نفسهم في الوقت اللي احنا بنتكلم في تقريبا 11 أو 12 أسبوع. هل دوت تأثير التفوق السنة اللي فاتت ووجودهم في المربع الذهبي داخلين الدوري مش بنفس الانتنشن وبنفس التركيز؟ احنا عشان كده يعني الحقيقة بنتكلم على النادي الاهلي
فارق كبير جدا، فارق كبير جدا على مستوى يعني الشخصيه. يعني انت يعني انت راجع مثلا من مركز برونزيه وبتلعب مثلا مباراه مهمه مع المريخ ولا حاجه خالص، خرجوا بره الفرح دوت وبره البرونزيه وبره ويركزوا. انا بحاول احلل شخصيه اللعبه. طبعا شخصيه اللعيب نفسها، لكن الكلام اللي بتقولوه صح. يعني سواء كابتن رمضان او كابتن هاني اللي بتقولوا عليه ده صح، خروجهم وبعدين صدفت معاهم ايه، ان هم جات لهم الكورونا، خدوا 5-6 مع الحراس مع المدربين. يعني مدني حازم برضه بعد فتره لخبطه الكورونا مع خساره ماتشين. دايما الاصابه بتجيب اصابه، والخساره بتجيب خساره، والمكسب يجيب مكسب، والفلوس تجيب فلوس، ويعني يعني الثقه في الاداء بتيجي يعني كل مباراه. هم لعيبه المقاولين كل حاجه واخدين الثقه، كل حاجه بتجيب حاجه، واخدين الثقه بدليل بتجيب شبهها. عارفه يا زهير بدليل ان كابتن فتحي ان عماد النحاس يعني استسلم، يعني هو قدم استقاله من 3-4 ايام قبل المباراه اللي فاتت وهي اترفضت الاستقاله. لكن هي انا حاسس ان لعيبه المقاولين مش هي دي الثقه اللي كانوا بيلعبوا بيها الموسم اللي فات. تحس ان مش ادائهم ومش الروح بتاعتهم ومش النتائج. طبعا لان الهزيمه بتجيب هزيمه. طبعا لكن انا يمكن الاسماعيلي بقى عاوز اروح له في حاجه الحقيقه يا هاني كابتن فتحي. الاسماعيلي احنا كنا بنقول ان هو متعاقد مع لعيبه قليله قوي ولعيبه مستواها بعيد خالص. اعتقد مباراتهم مع الزمالك عاملين اداء ولا اروع الحقيقه، اداء غير يعني انا اقول لك حاجه، اول مره من 4 مواسم اشوف الاسماعيلي كويس وبيلعب الكره بتاعتهم كمان، الكره الحلوه. الكره الحلوه يعني اعتقد ان هي لو الاداره صبرت على مدير فني زي الراجل الموجود ده واديته بقى فتره ان يشتغل فيها اعتقد هيرجعوا اقوياء جدا. لان اتضح ان لا ده عندهم لعيبه على مستوى عالي جدا. المصري كابتن للاسف هو ليه ما بيلعبش كده غير قدام الزمالك وقدام الاهلي ويجي قدام مش الفرق الوحشه لكن الفرق المتوسطه. هو المدرب متغير، المدرب ده يعني لسه جاي بقى له 3 ماتشات بس. طبيعي بقى له لسه الثالث ماتش ليه. واضح بزر. واضح بصماته الفنيه. طبعا واضح واضح. هو بيتكلم كابتن رمضان، كابتن هاني بيتكلم في نقطه مهمه جدا. بيتكلم في ايه؟ ان ليه ما بيلعبوش غير قدام الزمالك قدام الاهلي بهذا المستوى. طيب ما هو ليه الماتشات الفرق الثانيه طبعا هي لها لها ايه، ان اللعيبه تركيزها بيعلى قوي مع الفرق الكبيره. ليه مع الفرق الكبيره؟ لان المعرض السوق كل واحد بيعرض نفسه، كل واحد عايز يثبت نفسه. انا لعيب دلوقتي جاي لسه شاريني جديد فعايز اثبت وجودي للفرق الثانيه، عايز ازود سعري. هزود سعرك امتى؟ في المباريات المشاهده، مشاهده مباراه الزمالك. يعني مباراه الزمالك التيتيود غلط يا كابتن، ده مش هم. هي دي الكوره دلوقتي، الاحتراف اللي احنا فيه ده او الاحتراف الوهمي اللي احنا فيه، مش الاحتراف الحقيقي. مفيش محترف بيفكر بهذا الاسلوب ان انا لا 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 بس انا بحط لها، انا حاطط لها نسبه كبيره يا كابتن. الملايين عامله كده، انا حاطط لها نسبه كبيره الحقيقه. لان هم حتى برضك في السنين اللي فاتت لعيبه الاسماعيلي بيلعبوا اهلي او بيلعبوا زمالك او بيلعبوا انديه كبيره برضك ما بيقدموش المستوى ده خالص. انا بتكلم على مباراه الزمالك. انا بتكلم على مباراه الزمالك في خلال الاربع ايام دول. لا المدرب ليه بصمه كبيره جدا جدا جدا. يبقى انا بتكلم على كده، حتى لو النتائج ادوا له بقى فرصه، حتى لو النتائج مش مظبطه لغايه ما الراجل ده يشتغل معاهم فتره اعتقد هنشوف فرقه الاسماعيلي بمستوى عالي جدا جدا. اكيد اكيد ان شاء الله. تغيير المدربين نتكلم عليه، تغيير المدربين وكابتن مختار مختار واللي حاصل يعني برضو كان شيء غريب جدا كابتن فتحي. بالنسبه ل ظاهره لسه ظاهره تغيير المدربين تاني رجعت للدوري. حته ظاهره تغيير المدربين دي هي موجوده في مصر بكثافه وتقلدنا من الخليج. الخليج عندهم الحكايه دي، يعني منطقه الخليج عموما تغيير الاجهزه الفنيه باستمرار يغير. ما فيش ماتشين ثلاثه ما تلاقيش المدرب. يمكن احنا هنا صبرنا شويه بس. انا برضو ضد التغيير السريع، ضد التغيير غير المدروس، ضد التغيير اللي هو انفعالي لنتيجه مباراه لنتيجه مباراتين لتصرف مدرب. من الاصل مين اللي اختار هذا المدرب؟ الاداره. انت نفس الاداره اللي بتاخده ومدين له كله اللي انت عايزه واللي انت واللي انت واللي انت، وبعدين مره واحده تلاقي الثقه فقدت. يعني شوف انت اداره المقاولين دي تدرس على اساس انها ثابته. الراجل بيقول لهم لا
وهو ثابت رغم ان هو تمسك بكابتن عماد. لكن تغيير المدربين الفرق الثانيه انا شايف ان ده سريع، وفي قرار من الاتحاد هم بيقول لك ان المدرب اللي هو يترك نادي مش بس اللي هو اللي يكون سايب ما هو بيبقى ما يروحش يشتغل في نادي تاني لو تمت اقالته يشتغل ينفع طبعا فريق. ما هو هيقول هو هيقول للنادي انتوا مشوني انتوا مشوني عشان ان انا تديني فرصه بعد كده اشتغل يعني ان كده. بس هم ليه متسرعين؟ يعني احنا تسرع كابتن محمد يوسف كان في تسرع ان هو برضو محمد قدم استقاله طبعا هو يعني جابوا خالد جلال يعني برضو مع انه عامل نتائج في الاول جيده جدا طبعا برضو يعني لا والنتائج انتوا لسه صاعدين يعني انتوا فرقه لسه صاعده ويعني مش بتلعبوا ضد اي فرق، انتوا بتلعبوا ضد فرق كبيره ونتائجكم ما هياش بالسوء لان انتوا مثلا ما جبتوش نقطه ولا بتاع والكلام ده كده. صحيح. طيب نيجي الكابتن مختار لما كان في الانتاج. في الانتاج وجه الكابتن حماده، ما برضو الكابتن حماده مش قليل والكابتن مختار مش قليلين، اذا المشكله هنا في الفرقه نفسها، فكان لابد ان يكون هناك صبر ان انت ما تغيرش بسهوله. كابتن مختار قاعد معاهم ثلاث سنين دلوقتي ثلاث سنين مع نتائج هايله. مستغرب يا كابتن فتحي كابتن رمضان. طبعا يعني انا برضو نادي الكابتن رمضان زمان لما كان 36 مش كده 36 كان وقتها نادي كان نادي شو فاكر عايز تعليق حضرتك يا كابتن رمضان برضه. الحقيقه يعني انا يمكن بختلف برضك شويه في حته اداره نادي المقاولين. انا لما هاني يجي لي المدرب ويقدم استقاله وفي انهيار مش ده المقاولين بيخرج من كاس مصر بتروجيت 3-1 بيخرج من بطوله الكونفدراليه في الدوري طبعا يعني ماشي بشكل سيء الحقيقه. انا لما اجي في موقف زي كده لا ما تقوليش بقى ان الاداره موقفها صحيح قابل الاستقاله يعني. طبعا طبعا لان انا كمدرب انا رحت قلت لك ان انا يعني هي مش ماشيه معايا خلاص انا مش قادر اكمل. فلما توصل انهيار يا كابتن فتحي انهيار. طب هل انا كاداره نادي المقاولين هستنى يا كابتن فتحي لغايه ما الفرقه تنزل درجه ثانيه؟ لا. طب هسال حضرتك سؤال، هل في المواقف اللي زي ديت والطبيعي ان انت قبل ما بتتعاقد معايا بتقعد معايا يعني بتقعد انا بتكلم على مجلس اداره وبتكلم على مدير فني بتقعد بتحط اهداف للخطه او للمشوار اللي انت عايزه، هيحصل دروب في المشوار دوت كابتن عماد النحاس هيقعد مع مجلس الاداره ثاني ويشوفوا هل من الممكن في الفترة اللي جاية يبقى فيه تغيير في الأوضاع الفنية ده من خلال رؤية الكابتن عماد النحاس؟ يعني ياخدوا ويدوا معاه في الكلام. انت رؤيتك يا كابتن عماد احنا متمسكين بيك، لكن انت شايف ان الفترة اللي جاية ممكن الدنيا تقف على رجليها وممكن التارجت يتغير. انت كان التارجت بتاعك انك تبقى في المربع الذهبي، لا طب نتيجه للظروف دي التارجت بتاعنا انك تقعد في الدوري وتبدا تشتغل على مشروع جديد لفتره معينه. طب ما انا اقول لك حاجه هاني، في مشكله كبيره قوي كمان ان انت دلوقتي مفيش انتقالات. انت انتقالات في الصيف هيكون المسابقه خلصت. فاذا انت حلولك على اللعيبه اللي عندك يعني انت الحلول اللي موجوده دلوقتي على اللعيبه اللي انت بتمتلكها القماشه دي افكار يا كابتن رمضان بعد اذن حضرتك هي افكار في ايه؟ احنا دلوقتي هناخد الفكره بتاعتك انك انت طالما قدم استقاله نقبلها ما نثبتش بس دي وجهه نظر. طب ما كابتن مختار قدم استقاله وقبلوها وجابوا الكابتن احمد صدقي ولم يتغير شيء يعني لا بس انا هقول لك حاجه يعني في حاجه مخفيه في موضوع المختار هو مش 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 استقال امال ايه يا كابتن رمضان؟ لا يعني تمت اقالته رغم ان هو كان عنده يا سهام قبل ما يقال عرض من الاسماعيلي ورفضوا ده رفضوا عشان احتراما للعقد. كويس هنمشي في الكلام ده. هم مشوه وبعدين جابوا الكابتن احمد صدقي الوضع لم يتغير. اذا المشكله مش مشكله مدرب لا كابتن مختار لا كابتن مختار ولا مشكله الكابتن اللعيبه ولا مشكله الكابتن اللعيبه كابتن فتحي المشكله في اللاعبين. ما انا بتكلم على كده لا ساعات الاداره بقى بتعالج انها ما تغيرش مدرب لانها عارفه المشكله في اللعيبه. يعني انت فاهم يعني انا وجهه نظري ايه لما بقول الاداره بتفكر في كده هي بتفكر في حلول حتى كابتن فتحي لو انا واصل لانهيار
الانهيار من بيبقى مختلف يعني دايما الانهيار بيوصل على فكره في مثال ادي لحضراتكم قبل ما نطلع فاصل اسهام ان وادي دجله اداره وادي دجله قد ايه صبرت على المدرب اليوناني يمكن السنه اللي فاتت النتائج كانت وحشه صبروا كتير جدا تاكيس جونيا تاكيس مدرب على المستوى الفني بيقدم كره حلوه لكن على المستوى المضمون نتائج بس صبروا لفتره طويله جدا لما حصل تغيير جابوا نفس المدرسه ونفس اسلوب اللعب فده اسلوب اداره بيغير التارجت ساعات يعني ممكن جدا يبقى انا هديك فرصه واثنين وثلاثه على اساس انك تغير النتائج على الاقل فده ما بيحصلش بس قعدوا فترات طويله يعني انا في اعتقادي يمكن كابتن عماد النحاس ما عادش هذه الفتره الطويله او سنه قدها بشكل كويس فانا في اعتقادي عايز الفكره انك تدي له فرصه وتغير التارجت طب اقعد بس السنه دي في الدوري انا بتكلم كده في على موضوع الاداره والحاجات دي انا عماد النحاس بعتبره المدربين المميزين جدا طبعا مش على هم متمسكين بيه كابتن رمضان برضه يعني امثله بس بنتكلم يعني. في حاجه انا واصل لنتائج كابتن فتحي يعني في قلق على المقاولين العرب يعني في انت النهارده المقاولين العرب قبل الاخير او حاجه كده عكس الموسم اللي فات ده كمان انتاج نفس الانتاج برضك نفس القلق واسماعيلي في قلق وفي فرق كتير طبعا وادي دجله كمان طبعا وادي دجله لكن لسه في امل طبعا لسه في امل بعد الفاصل نكمل بقى حكايه الامل دي مع الكباتن الكبار مشرفينا في البيت الكبير واحنا بنتكلم عن الازمه المثاره حاليا الحقيقه هي ممتده من الموسم اللي فات فكره تغيير المدربين واكيد ده بيسهم بشكل او باخر وبشكل كبير في جزئيه استقرار كمان اللعيبه والنادي ده حصل مع الكابتن مختار زي ما كنا بنتكلم مع الانتاج وفتره طبعا يعني استقرار الفريق لمده 3 سنوات ومن ثم بيدخل الكابتن حماده صدقي مع الكابتن عماد النحاس اللي قدم استقالته ورفضت افتكر مش عايزين كمان نغفل فكره الكابتن فتحي وكابتن رمضان فكره المدربين الشباب وغزوهم للدوري الممتاز السنه دي كابتن احمد سامي سموحه عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش كابتن علي ماهر رودا شحاته علي ماهر علي ماهر في المصري هيثم شعبان طبعا ممتاز الحقيقه عايزين نتكلم برضه جيل تاني ما هو ده جيل غير الجيل الاولاني يعني جيل الكابتن مختار اللي هو الجيل الكابتن مختار كابتن حلمي طولان الاجيال كابتن طارق العشري كابتن طلعت يوسف المجموعه دي الكبيره كابتن حسام حسن ده جيل في جيل اللي بعدين اللي هو جيل علي ماهر وبرضه كابتن علي ماهر ونجح مع المصري ومقدم ودلوقتي في مربع الذهبي ما شاء الله وبعدين برضه سموحه ماشيه كويس احمد سامي برضه من رضا شحاته يعني رضا شحاته انا بالنسبه لي عامل لغايه دلوقتي هو مفاجاه الدوري بالمركز بالامكانيات اللي عنده وحقق حاجه عظيمه بصراحه يعني والظاهره ان كل اللعيبه اللي بنقول عليهم دول كلهم يعني من خريج مدرسه الاهلي يعني لو نتكلم على علي ماهر او رضا او احمد سامي او مثلا عندنا على قبل العال برضو كان اصلا النادي الاهلي وكان احمد كشري اسوان وكان احمد كشري اسوان برضو اهلي يعني كل ده من خريج مدرسه حسام حسن وكل دول مدرسه الاهلي يعني بس دايما بنتكلم يا كابتن على لو انت برضو مدربين شباب مقارنه حتى بال يعني مدرب لايبزيج يوليان عنده 33 سنه عايزين كمان هو الشباب عندنا في مصر عندهم 60 سنه حاجه و50 يعني فدي دي مدرسه المدرب الشاب ويبقى عنده 55 سنه انا اشكك فيها كابتن رمضان ده سيستم برضو بيخص زي ما بنتكلم على قطاع الناشئين وازاي نبني ناشئين كمان ازاي نطور مدربين من الصغر يعني مش من الصغر من اول ما يعني يوصل عامة هم بيكون لعيبة كورة وبيشتغلوا مدربين أول ما يوصل لسن الاعتزال نبدأ نعدهم بشكل أفضل عشان يكون عنده إمكانيات إنه يمسك حتى على مستوى المنتخبات كمان ودي حاجة مهمة جدا يعني حاجة مهمة جدا أنا النهاردة لو الجيل اللي هو موجود حاليا دلوقتي وعامل نتائج إيجابية أنا لو جيت مثلا بعد نهاية الموسم في كل نادي مثلا رحت بعته مثلا
في بعثة مثلا انجلترا، المانيا، اسبانيا، يعني هيرجع في اولا في جديد في الكوره، كل اسبوع في جديد. صحيح. يعني الكوره على طول ما بتثبتش، فالمدربين دول هيطوروا نفسيهم، وهيبقى هتلاقي يعني تجديد. مثلا موسمين ثلاثه هتلاقي في مدربين على مستوى عالي جدا 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 موجودين طبعا في مصر. لازم يتعدوا. كابتن، كنت في الاتحاد الافريقي طبعا، وكان ليك باع كبير جدا. طبعا كان في مشاريع لتطوير المدرب الافريقي عامه، مش المدرب المصري بس. دي كانت موجوده قبل احمد احمد. اما جه احمد احمد طبعا كان ماسك الاداره الفنيه كابتن شطه، وكنا احنا محاضرين، انا محاضر في الاتحاد الافريقي من سنه 92. فكنا لفت القاره في الدورات والمدربين وشهادات، قبل ما يكون في رخص وكده، شهادات سيرتيفيكيت، يعني شهاده تدريب لمدرب وكده، عشان تصنع مدربين. وكنا بنعمل توأمه مع الويفا، مع الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بنروح ايطاليا ونروح فرنسا، مع الاتحاد الاوروبي بيجمع مدربين افارقه مع مدربين اوروبيين، ويحصل اندماج وكده. كانت في حاجه يعني حاله موجوده. كل ده من ايام ما جاء احمد احمد طبعا، لما لغى الاداره دي ولغى مع كابتن شطه والظروف دي كلها، فالموضوع ده مات. حال المدرب، المشروع ده مات. كل المدربين والدنيا دي كلها ماتت. انا بس عايز كابتن هاني سامع، يعني كابتن رمضان طبعا كابن ابناء النادي الاهلي، اطمن جمهور النادي الاهلي بخبر برضو حلو، ان احنا عندنا احد اللعيبه المصابين اللي هو الكابتن محمود متولي. ده كان عمل صليبي، يوم الحد اللي جاي عنده اجتماع مع الدكتور احمد عبد العزيز، لان كده هيكون كمل 6 اشهر. ونحمد الله سبحانه وتعالى ان هذا اللاعب بكفاءته وامكانياته، وكان شغال مع مع كابتن علاء شاكر او الدكتور علاء شاكر، او الساحر علاء شاكر. الساحر علاء شاكر، امكانيات غير طبيعيه. راجل تمكن متمكن ما شاء الله. قدروا انهم التسعة اشهر دي بقت 6 اشهر، وهيبدا ان شاء الله بعد ما فرقتنا ترجع من السفريه الافريقيه من تنزانيا، يبدا يتمرن مع الفرقه بدون اي احتكاكات. فعلا يعني مش محتاج 3 اشهر كمان يا كابتن فتحي. احنا بنزف هذا الخبر، لان كان في احد القنوات ذكرت ان هو فاضل له 3 اشهر. لا، هو مش فاضل له 3 اشهر، هو اللي هو خلص الحمد لله الجرعه بتاعته، وهو ما شاء الله في معنويات عاليه دلوقتي وبدنيا، وبدا يجري في النادي. طب الحمد لله. في الفتره اللي هم كانوا في المعسكر فيها كان بيروح يجري لوحده وبيتمرن لوحده، يعني عشان يجري في الملعب، لكن في التمرينات هو موجود. فانا بس حبيت ان انتوا اول ناس تكونوا لان متوقع لعيب هايل. بيلعب في كذا مركز، سنت باك، وسط ملعب، وللاسف اتعور في افضل حالاته كمان. هو من نوعيه بنون، ان هو بيبني هجمه، ان هو الهادي اللي ما تشعروش بيه في الملعب. كورته كويسه، فوتبولر، لعيبه. وانت طبعا مركزك عارفه انت كابتن هاني ده، فاكره. فانت عارف كده. انا بس حبيت يعني عشان تبقى الحلقه نختمها بحاجه حلوه. حلو ده. مش محتاج 3 شهور تانيين يا كابتن فتحي. لا لا لا. زي ما بيتقال يخش بقى تدريجي خلاص. تيجي بقى رؤيه بقى يعني. رؤيه الجهاز الطبي والجهاز الفني في الحاله ديت. خلاص هو بيعتبر ياخد ان شاء الله الدكتور احمد عبد العزيز يطمنه على الحاله الطبيه، ويبدا بقى تجهيزه للمباريات سنه سنه. يعني مش هنقول انه هيلعب الاسبوع اللي جاي، لكن هياخد ممكن يعني جدا هو بيسيبه فتره كده من غير التحامات. بس مر نفس التمرين. يعني يجري نفس الجري، ياخد احساس الملعب، ويشوط وينط وكل الحاجات دي يعملها. بيزنس ان هو الالتحامات او الاحتكاك او الاشتراك مع يعني الحاجات اللي فيها منافسات. طبعا دي هتاخد لها نقول 3-4 اسابيع، تاخد لها شهر، وبعد كده يبقى جاهز يا كابتن. حلو ده. في سمول سايد جيم، المباريات الجيم الصغير والحاجات دي كده. وان شاء الله يبقى احد برضو النادي الاهلي ابنائه بداوا يرجعوا له كلمه توجهوها. ونيدفيد رجع كمان. يعني ونيدفيد قرب صح؟ نيدفيد قرب يعني خلاص دلوقتي ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله. عايزه كلمه سريعه في اخر دقيقتين يا كابتن رمضان للفريق
فريق النادي الاهلي قبل اقلاع الطائره بكره باذن الله. تحب تقول ايه يا كابتن؟ يعني انا بقول لهم طبعا ان انتوا اولا رفعتوا رؤوس كل الاهلاويه الحقيقه. نعم. في كاس العالم للانديه. واعتقد ان انتوا عملتوا رجعتوا بالبرونزيه وده شرف لكل الاهلاويه الحقيقه. وفي نفس الوقت حتى المباراه اللي انتوا لعبتوها في اول مباراه تلعبوها في المجموعه تكسبوها باداء وبسكور كمان. اعتقد ان احنا منتظرين منكم ان شاء الله باذن الله ان احنا كمان نروح المباراه الثانيه ان شاء الله نرجع بثلاثه بونت. واعتقد لو رجعنا بثلاثه بونت ان شاء الله يبقى حسمنا فعلا تصدرنا المجموعه دي ان شاء الله. يا رب. كابتن فتحي حاجه انتم متعودين عليها فاكيد بتحبوها واكيد هتحافظوا عليها، وطالما هتحافظوا عليها يبقى مش مطلوب. يعني النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي ما عندوش غير المكسب والمكسب والمكسب المكسب. فطبعا اكيد انتوا جربتوها الفرقه دي، الجيل ده جرب بقى خلاص، جرب كل حاجه، جرب المكسب وجرب كاس العالم وجرب كل الكلام ده، ودقتوا الكحكه ودقتوا التورته، فاكيد عاوزين التورته تاني ان شاء الله باذن الله. في تبقى فضيه بقى التورته بقى اللي جايه دي، تبقى فضيه بقى يا كابتن ان شاء الله. هي واحنا الدوره دي لو احنا بعدنا يا كابتن فتحي عن بايرن ميونخ هي القرعه يا كابتن رمضان. انا قلت كده والله بعد ما رجعنا انا قلت كده. الاجمالي هي نصفت بالميرس يعني حتى بغض النظر عن يعني عن كل حاجه. اولا كان وجودنا في كاس العالم شرف كبير جدا لمصر وافريقيا، ان النادي الاهلي بيمثل طبعًا مصر وافريقيا، وشرف لينا اكبر ان احنا على منصات التتويج من خلال البرونزيه. واعتقد جماهير النادي الاهلي بعد مباراه نادي الزمالك والفوز بالتسعه خلاص بدا مشوار العشره يا اهلي، واحنا دايما بناكد ان شاء الله مشوار العشره يا اهلي بدا مع المريخ ان شاء الله باذن الله بالتوفيق ليهم يوم الثلاث اللي جاي. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا ربنا كابتن كابتن فتحي نورتنا وشرفتنا كالعاده جدا ان انا مع كابتن فتحي طبعا قيمه كبيره جدا واحنا بنسعد بيك كابتن فتحي نورتنا وشرفتنا في البيت الكبير، وان شاء الله نشوفكم اكيد بعد نجاحات ان شاء الله النادي الاهلي المستمره ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن فتحي، شكرا كابتن رمضان، ان شاء الله يوم الاحد نشوفكم والفريق في تنزانيا زي ما قلنا لكم مع بداية الحلقة دي بكل صغيرة وكبيرة تخص فريق النادي الأهلي قبل مواجهة وأثناء مواجهة سيمبا وبعد مواجهة سيمبا التنزاني. إن شاء الله يحققوا نتيجة وبإذن الله نقول لهم ألف ألف مبروك يوم الثلاث يوم الحد. نشوفكم في حلقة جديدة في البيت الكبير. صباح على خير.